اتفاجئنا بشركة ريلمي بتجهز لفلاج شيب جديد نقدر نقول عليه أرخص جهاز فلاج شيب ممكن تلاقيه، في الوقت اللي شركة أونر بتعلن فيه عن سلسلة الفلاج شيب الجديدة سلسلة الأونر 50 واللي جاية بتصميم غريب عجيب نقدر نقول عليه عيون البوتاجاز مثلا. فخلينا بقى نعرف أكتر عن صراع الفلاج شيب اللي بيحصل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. شركة ريلمي زي ما قلنا قبل كده هي الغريم والمنافس التقليدي لشركة شاومي، واللي دايما بتنزل اجهزة تكون قصادها او بتنزل بمواصفات منافسة جدا لمواصفات اجهزة شاومي، وكنا اتكلمنا في فيديو هنسيبه تحت في الديسكريبشن بوكس عن تسريبات وتجهيزات ريلمي بتحضرها لاجهزة ليها هتكون قوية جدا وبتنافس احدى اشهر اجهزة شاومي في الفترة الحالية. الا اننا اتفاجئنا انه نزل بالغلط بعض التفاصيل عن موبايلها الجديد على موقعها الرسمي في اوروبا، واللي كشف مواصفات الجهاز الفلاكشيب اللي بتحضر له. الجهاز هيكون باسم ريلمي جي تي برضو، وغالبا ده يعني مجرد غلطة او لسه ما استقروش على الاسم مثلا، لكن هو تم حذف الصفحة دي مباشرة بعد ما نزلت بالغلط زي ما قلنا، وطبقا للصفحة اللي اتنشرت بالغلط زي ما قلنا وبعدين اتشالت تاني. فالجهاز هيكون جاي بمعالج سناب دراجون الاقوى على الاطلاق، سناب دراجون 380، الا انه مفيش هزار في الحاجات دي. طالما المعالج هيكون سناب دراجون 380 الاقوى، فبالتالي اكيد باقي المواصفات هتكون قويه جدا، وهي فعلا مواصفات قويه جدا. يعني عندك مثلا الشاشه هتكون 6.43 بوصه شاشه اوليد، وبما اننا بنتكلم في فلاج شيب وبنتكلم في شاشه اوليد فهتكون 120 هرتز تردد الشاشه. بالنسبه للرام بقى ففي مصادر بتقول 12 جيجا وفي مصادر بتقول 8 جيجا، نزل في الصين برام 8 جيجا، فعلشان يكون منافس بره الصين ما ينفعش ينزل ب 12 جيجا لان كده سعره هيكون عالي قوي يعني. طبعا في مصادر تانية ما لناش دعوه بيها بتقول ان هي هتكون 16 جيجا، لكن اللي تم تاكيده فعليا حتى الان هي ان الرام هتكون 12 جيجا، ومع اللخبطه اللي حصلت دي في الرام فاكيد هيكون في لخبطه كمان في المساحه الداخليه ما بين 128 و256، لكن زي ما تم تاكيد ان الرام هتكون 12 جيجا تم تاكيد ان المساحه الداخليه هتكون 256 جيجا. اما عن البطاريه بقى فالجهاز هيكون جايب بطاريه 4500 ملي امبير وبتدعم شحن سريع لحد 65 واط. وبالنسبه للكاميرا الخلفيه فهتكون كاميرا خلفيه ثلاثيه 48 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل الترا وايد و2 ميجا بكسل كاميرا ماكرو، والكاميرا الاماميه او كاميرا السيلفي هتكون 16 ميجا وهتكون كاميرا واحده. وبخصوص بقى التحديثات والكلام ده كله، فريلمي كانت اكدت الشهر اللي فات لما نسخه الجهاز الصينيه نزلت انه بيوصل له تحديث اندرويد 12 بيتا، وبناء عليه كان في تاكيدات من اكتر من مصدر من الشركه نفسها ومن اكتر من موقع تقني ان النسخ العالميه من الجهاز مش بس هيوصل لها اندرويد 12 بيتا بسرعه، لكن بالنظر للمواصفات اللي موجوده القويه جدا زي ما وضحنا، وان ريلمي بتخطط ان الجهاز يكون منافس شرس في المواصفات والاسعار، وارد جدا للنسخ العالميه ان يوصل لهم التحديث ده من اول يوم يستلموا فيه الجهاز ويطلعوه من العلبه out of the box ومن غير تسجيل او اي شيء، هيلاقوا التحديث متوافر حمل وثبت. بالنسبه للسعر بقى، وزي ما قلنا ان الجهاز ده بيحضر انه يكون فلاج شيب كيلر او انه يكون بسعر منافس جدا، فحسب المصادر بتقول ان الجهاز هيكون في السوق العالمي بسعر 490 دولار تقريبا، وفي مصادر تانية بتقتبس من شركه ريلمي نفسها ان الجهاز هيكون في السوق العالمي بنفس سعره اللي موجود في الصين، وفي الحالتين فده هيخليه يعتبر ارخص جهاز فلاج شيب بمعالج سناب دراجون 380 يتواجد في العالم خارج الصين حتى الآن. واستكمالا بقى لمنافسات الفلاج شيب، شركة اونر اعلنت عن سلسلة الفلاج شيب الجديدة الخاصة بيها سلسلة الاونر 50، واللي بتصميم مثير للجدل جاي فيه بتصميم كاميرا عيون البوتاجاز مثلا، او ده اللي انا تخيلته اول ما شفتها بصراحة. طبعا
مش معنى ان شركة اونر كانت مع هواوي لفترة في الحظر الامريكي ومن غير خدمات جوجل فبالتالي دي تتنسي او حاجة زي كده. ما ننساش ان مواصفات اجهزة شركة اونر هي مواصفات قوية ومنافسة جدا، وده اللي على اساسه كملت واعلنت عن سلسلة الاونر 50. اول حاجة ملحوظة في الجهاز او في التصميم الجديد لسلسلة الاونر 50 هو انها جاية بسنسور كبير جدا، بيعتقد انه الكاميرا هتكون 100 ميجا بكسل في احد عيون البوتاجاز يعني، بينما بقى في العين التانية من البوتاجاز اللي موجود في التصميم ده جاي فيه 3 كاميرات تانية ومعاهم فلاش، لكن مش معروف الكاميرات دي لايه بالظبط. وبخصوص الكاميرا بقى ما بين اللي بيعتقد في مواقع التقنية وبين التصميم الغريب اللي احنا شايفينه ده، فقالك ان الكاميرا هتكون مركزة اكتر على الفلوجينج او على الفلوجز، وبيقول ان هيكون فيها حاجة كده اسمها غريب حتى بالانجليزي وملهاش ترجمة تقريبا، وهي السوبد اب فيديو ريكوردينج كابابيليتيز، وحتى هم نفسهم بيقولوا مش عارفين هتطبق ازاي، الا انهم بيقولوا هتكون حاجة قوية جدا من ناحية التركيز على التصوير بالفيديو، وكمان هتكون في الكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية مع بعض. وبالاخذ في الاعتبار بقى كل الحاجات دي ما بين التصميم لبين حجم الكاميرا اللي بيدل على حجم سنسور كبير لبين الكلام اللي بيقولوا، فبيقول لك انه الصورة او الفيديو اللي هيتم تصويره هيكون فيه مميزات كبيرة جدا ما بين تثبيت بصري لبين معالجة قوية جدا للتصوير لبين انه يكون بيصور لحد 8K، فبيتوقعوا انه هيكون نقلة كبيرة جدا من ناحية الكاميرا. وكمان هتكون جايه بستايل لذيذ كده من ناحيه الشاشه، ان الشاشه هتكون منحنيه او جايه هايبر كيرف. اما بقى من ناحيه المعالج فهي هتكون بمعالج سناب دراجون 888، بينما في كلام تاني ان هي هتكون بمعالج 778 جي، الا انهم بيقتبسوا من شركه اونر ان هي قالت ذا موست بريميوم كوالكوم تشيبسيت، والمفروض ده بيرجح يعني كفه السناب دراجون 888. لكن مفيش اي اخبار البطاريه هتكون بساعه قد ايه، الا انه هيكون معاها شحن سريع عكسي 100 واط، والشاشه المفروض هتحتوي على مليار لون علشان تجربه الوان حقيقيه، ومعرفش جابوه منين الحقيقه، الا انه ده على حد قولهم يعني. واخيرا بقى فالجهاز اكيد جاي بخدمات جوجل، وده السبب اللي عمل الصداع ده كله وخلى شركه اونر تنشق او تستقل عن شركه هواوي. وبالنسبه بقى لصراع الفلاجشيب ده فلسه مش عارفين بالنسبه لسعر سلسله الاونر 50 هتكون عامله ازاي، خصوصا ان دي تعتبر الكامباك او الرجوع الخاص باونر. في نفس الوقت مش عارفين بالنسبة للسعر المتوقع لجهاز الريلمي، هل هو ده السعر النهائي ولا هيكون فيه سعر تاني، وكمان مش عارفين لما الاتنين دول يدخلوا في منافسة هل هيدخلوا في منافسة من ناحية الإمكانيات ولا في منافسة من ناحية السعر. ودي كانت نهاية الفيديو، شكرا للمتابعة، نلقاكم على خير.